عبر دائرة تلفزيونية، مسؤولو الأمن المحلي أداروا عملية مراقبة مراكز الاقتراع الخاص ضمن انتخابات مجالس المحافظات وفي جميع المحافظات من المقر المسيطر في قيادة العمليات المشتركة في بغداد. عكست توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بهدف تأمين العملية الانتخابية منذ فتح صناديق الاقتراع ولغاية إغلاقها. تشخص هنا حالات تفويج المقاتلين لأداء التصويت، وكذلك أيضا مراقبة المحطات ومراقبة المراكز، وأيضا ملاحظة حركة القطاعات بانسيابية عالية وعدم تقاطعها مع الخطة الأمنية. الخطة الأمنية مهمة جدا، لدينا واجب أمني ولدينا واجب أيضا دستوري. لم تؤشر أي حالة خلق أو أي عراقيل في أي مركز انتخابي سواء داخل بغداد أو في المحافظات، كلها تقارير إيجابية، نسبة المشاركة عالية جدا. تعاون الأجهزة الأمنية كافة مع فريق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أثمر عن سير العملية الانتخابية وإجراءات مراقبتها بكل انسيابية وسهولة. أكملت المفوضية كل ما عليها من أمور لوجستية وفنية. حقيقة القوات الأمنية مشكورة، ما ادخرت سعيا إلا وقدمته للمفوضية. الأمور تمشي يعني تسير بالشكل الصحيح، وإن شاء الله إحنا نسلم التقارير كاملة والقوات الأمنية يعني توصل للمراكز بسهولة وبسلاسة وبدون أي تدخل من أي أحد. ومع نهاية عملية التصويت الخاص، تتهيأ قيادات العمليات والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية لتنفيذ خطة أمن التصويت العام الاثنين المقبل لضمان نجاح هذه الانتخابات بعد عدة سنوات على عدم إجرائها. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.